يقول الإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني رحمة الله عليه: إلى كم تماد في غرور وغفلتي، وكم هكذا نوم متى يوم يقظتي، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعتي. أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي، وترضى من العيش السعيد بعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة؟ أيا درة بين المزابل ألقيت، وجوهرة بيعت بأبخس قيمة، أأنت صديق أم عدو لنفسه؟ فإنك ترميها بكل مصيبة. ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي. لقد بعتها حزني عليك رخيصة، وكانت بهذا منك غير حقيقتي، إلى آخر كلامه الجميل.